متابعه العالم نعم لهذه الزياره نعم. ورساله التي ينقلها الملك سلمان باصطحابه لاكبر وفد ربما يحدث في تاريخ المملكه. نعم. لا ما هو يعني كل ما قيل عن الزياره من توصيفات على اساس انها زياره تاريخيه نقله نوعيه، الوفد ضخم رسميا وشعبيا لانه يعني مثلا اجتماع رجال الاعمال المصري السعودي وصل العدد المجتمع لحوالي 600 رجل اعمال، دي ارقام غير مسبوقه الحقيقه. المجالات اللي غطتها الزياره واضح انها غطت كل المجالات اللي الواحد ممكن يتخيلها في علاقات بين بلدين. ولهذا انا الحقيقه يعني يمكن وصف الزياره بانها زياره شامله لكل المناحي سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي، يمكن دي برضو ايضا من التوصيفات اللي يمكن ان تقال عن هذه الزياره. ومن الطبيعي لذلك انها تحظى بردود فعل كبيره على المستوى العالمي، واضعين في الاعتبار ان بالنسبه للمنطقه العربيه اللي هي موضع انظار بقالها دلوقتي يعني فتره من السنين موضع انظار العالم نتيجه للاحداث اللي بتحصل فيها، وكلها احداث كانت بالسلب. طبعا اما يحدث حدث ايجابي بحيث يلتقي القطبين الكبار اللي موجودين في المنطقه وبالشكل الشامل ده بالقطع لازم يلفت نظر الاصدقاء والاعداء معا تمام على مستوى العالم يعني.